مجددا من زاويه الملايين. اليوم عندنا شيف جديد بتشوفون باذن الله بدعات جديده، الشيف فهد المالكي ابو راشد. تفضل خلينا نشوف ايش عنده. ويا مرحبا ابو راشد. الله يبقيك. يا مرحبا يا ابو حزام، انتم متابعينك. انا شيف اطبخ جميع الطبخات، اللي يبغاني اطبخ له، عندي خلطات خاصه، واليوم ان شاء الله طبقنا بيكون مميز. عندنا مندي بالخضار يا طويل العمر والسلامة، وعندنا يا طويل العمر والسلامة ملوخية بالطشة الخاصة، حلو، وعندنا ورق عنب يا طويل العمر والسلامة باللحم. يا سلام. بس ترى شوف متابعينا، ما في شيء خاص، لازم تعطيهم الوصفات كلهم. الوصفات يا ابو حزام تامر. ايه؟ عمر ابشر. الله يعطيك العافية. تعطيني اياها كتابة؟ ابشر، كلها كتابة. واللي تابع نبغى ننزلها في السناب واليوتيوب على خشم. الله يعطيك العافية. عليك انتم متابعينك وتشوفون شيء متميز ان شاء الله. ما شاء الله تبارك. وهذا يا ابو حزام، هذا الكشنة حقت الرز. بسم الله نبدا. وهذه حمصه الرز اللي بيجي نذري حق مند الخضار، معها شوي عدله ما يضر. طرات صحيحه. نعم. وابد يا ابو حزام، هذه يا طويل العمر السلامه حمصه الرز قبل ما يدخل من برميل المندي. اشوفك حبه الثوم مسكتها بيدك. نعم مسكتها بيدي. حبة الثوم لازم تكون كبيرة. طيب. تقسمها نصين فقط لا غير. لو تقطع صغار تروح النكهة. هذا الآن ما راح ياخذ أكثر من دقيقتين. خلاص يطلع. الآن بعد ما حمست الكشنة اللي نحن نبغاها للرز. هذا الرز لازم يحمس الآن معه من 3 دقائق إلى 5 دقائق فقط لا غير. يعني بتقلب الرز معه. نعم. دموية. ضروري. راشد. ما يتكسر كذا؟ لا ابدا، مع الجوانب بس كذا تقلبه امورك في التمام. السمنه هذه شيلها يا ابو راشد. السمنه هذه سمنه غنم، ملعقه بس بسيطه تنكه الموضوع كامل. افزع 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 يا قهيدان، افزع افزع. بيض الله وجهك يا ابو راشد. قهيدان بيصب كله. اي والله، بعد ما وصل واحد يحب السمنه. صبه صبه. لا لا بس صبه هذا. والفلفل هذا العيون ابو نعيم، ما يخلى المندي برميل الصحراء الا بالفلفل ذا. يا سلام. اذا ما في فلفل ذا ما يصلح. فلفل نعجان. شو شو متشقق ابو نعيم. لا يلا. والحين عطنا الرز. عطنا الرز. وهذا الخضار اللي يحبها قلبك يا ابو حزام. وش حاط عليها بالشكل؟ كوسه. زوري قرب قرب لي اياها. شوف سم سم سم. قرب لي كله. سم سم. تبله جاهزه. متبله بتتبيله خاصه بعد. ما عندنا خاص، تعلمنا كلش. كل شيء. ابشر بس عاد. ابشر ابشر ابشر. مالك الا طيبه الخاطر انتم متابعين. ابشر. يعطيك العافيه. اقلط. مرحبا والله يا ابو حزام. يعطيك العافيه. رب الفزعات قهدان. بلال تدخلها شوي. يا سلام. انا الحين ابو الفزعات. ابشر بس. روح روح ما عليك. بسم الله. لا ابدع ابدع يا ابو حزام. ذا البرميل والله ابدع. فاهم العادي. طبعا بعد ما ركبنا البرميل المندي نفتح القسام من هنا. والقلفزات تكون شده خفيفه والنار ينفتح على اخر شيء. يا سلام. بسم الله. افتح له ابو نايف. 25 دقيقه على نار عاليه وساعه و40 دقيقه على نار. الان ابو حزام طبق ورق عنب يحبه قلبك. يا سلام. وبرضه الوصفات ما بنسى متابعينا. طيب اول شيء حطيت بصل. قبله الزيت. زيت زيتون. ايوه نعم. يا ابو حزام نحط البطاطس يا طويل العمر السلامه. بعدها يا طويل العمر السلامه اللحم. لحم مع ورق العنب. نعم. راح تشوف شيء ان شاء الله يعجبك ويعجب متابعينك ان شاء الله. طبعا بعد ما حطينا اللحم صفينا عليه ورق العنب من فوق، وان شاء الله بنحط طبقه ثانيه بطاطس، بعدها طبقه فلفل رومي، بعدها فلفل الحار. الان ابو حزام اضفنا البطاطس على الجوانب عشان يمسك ورق عنب ما يتقطع. الان اضفنا الفلفل الرومي البارد والفلفل الحار، تزيين فقط لا غير. ابو حزام هذا الصوص خاص. يا سلام. ما في خاص، تكتب لي الان. الله يعطيك العافيه. خفيف بس. بس لين نحط الغطاء وبعدين نعطيها مع الجوانب. يا ابو حزام لازم الصوص هذا. الصوص هذا طبعا نفس المقادير اللي بكتبها لك،
مع شوي كوب مرق موجود عندي من مرق اللحمه. نعم من مرق اللحم. شوف الملوخيه بس هذه الملوخيه يطعم السلامه ما تكون ناعمه يكون معها يطعم السلامه كوبين مرق. تطبخ اول دقيقتين وبعدين نحط عليها كوبين مرق اذا على حسب الرغبه، اللي يبغاها زي كذا متسبكه كوبين فقط لا غير. 10 دقائق الى 8 دقائق تطفي عليها وبسم الله الرحمن الرحيم. هذه السمنه وهذه الطشه اللي قلنا لكم الخاصه، هذه الطشه للملوخيه. يا سلام بس فقط هذا القلب اللي يحتاجه بعدين اطفي فقط عليها على طول. سمنه وثوم ها؟ نعم. يا سلام هذه بس تكون على نار هاديه كذا اكثر بالكثير دقيقتين. وهذه الطشه هذا القوام اللي نحتاجه فقط لا غير. يعني هذه اللي تعطي النكهه. نعم في هذه في الملوخيه. نعم يفضل زبده او سمن بلدي. بعد الطشه يا ابو حسام يقلب يا ابو دقيقه واحده فقط لا غير يقفل. بعد الطشه نعطيها كم قلبه ونطفي النار وبسم الله الرحمن الرحيم. خلاص جاهزه الان الحمد لله. خلاص هذا قوام اللي ابغاه. طيب الصبه هذيك اللي يشيلونها فوق هاي صبه صبه الملوخيه ولا بعدين؟ بعدين توها تو بالله. جاهز العشاء خلصنا. جاهز ابد هذا كبدتنا وخلصنا الحمد لله. سلوو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 
وهذا الرز يا سلام. ما شاء الله تبارك الله، اللهم زدها واحفظها من الزوال، ما العافية. الله يجزاك خير. الله يعطيك العافية. هذا ورق العنب اللي باللحم. السلام.